كون طبعا السعودية كما يعني سبق بالذكر أنه هي قائدة الشرق الأوسط في الوقت الحالي. نعم طبعا بلا شك المملكة العربية السعودية هي صمام الأمان، لا أقول للدول العربية والإسلامية، صمام الأمان لدول العالم أجمع. كلنا نعرف بأن المملكة هي تقود ملف الطاقة بشكل متوازن وبطريقة يعني تعود بالنفع على المملكة ودول الخليج، وأيضا لا تضر بدول العالم وخصوصا الدول الأوروبية وعلى رأسها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الأمر الذي لابد أن نعرفه ولابد أن نقف عليه، وهو أن الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والقناقل التي تقودها إيران لها تأثير مباشر على موضوع الطاقة بشكل أساس، ولها تأثير مباشر على الأمن والاستقرار في المنطقة. إيران مع الأسف الشديد الآن يعني المملكة الآن تقود يعني مبادرات حثيثة لبث السلام في مختلف الدول العربية والإسلامية، بل إنها تحاول أن يكون لها في كل بلد بصمة، وهذه البصمة تكون لها أثر على الاستقرار والسيادة في كل بلد من البلدان العربية. الإشكالية الآن في الأمر هي أن إيران الآن هي تحاول زعزعة هذه الحالة، أنا لا أقول الاستقرار ولكن حالة شبه الاستقرار في المنطقة. كلنا نعرف بأن إيران الآن تدعم الأحزاب الإرهابية في مختلف الدول العربية، الحوثي الآن يطلق الصواريخ بشكل مسعور حتى على المقدسات، يعني احنا شاهدنا قبل فترة إطلاق الصواريخ على مكة المكرمة شرفها الله، ولا يمكن أن يفعل ذلك إنسان يعني عربي أو إنسان مسلم. الإشكالية في هذا الأمر الآن، إيران الآن وضعت يدها على لبنان، وضعت يدها الآن على اليمن، وضعت يدها الآن حتى على العراق، وهذا كله طبعا له تأثير سلبي. وإذا عدنا بالذاكرة أيضا يعني إلى سنوات مضت، المملكة العربية السعودية تحاول جاهدة أن تعيد هذه البلدان العربية، تعيد هذه البلدان إلى حضنها العربي الدافئ، إلا أن إيران تحاول أن تبعد هذه البلدان عن محيطها العربي وتحاول أن تفصلها.